بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. هنبدأ الجزء الثاني اللي هو الميتابوليزم والإكسكريشن. بالنسبة ليهم أنا منزلة 3 ورقات، والمهم هقوله في الباوربوينت ونزلته فيه وإن شاء الله هنزله في التسجيل. الدراج الميتابوليزم عشان نفهم دلوقتي احنا وصلنا فين في الرحلة بتاعتنا مع الأدوية، وصلنا لغاية ما الدواء بقى في الدم، وما دام بقى في بلاد سيركيليشن خلاص هو هيروح ديستريبيوتد لكل حته، والديستريبيوشن ده عرفنا انه ريفيرسبل وبيعتمد على فاكتورز كتيره، وهو بيديستريبيوت كده بالمره هيديستريبيوت للليفر فيحصل له ميتابوليزم، وهيديستريبيوت جزء منه للكيدني فيحصل له اكسكريشن. العمليه دايناميك كلها مع بعض، لكن مش هيحصل لكل الدراج. في مفهوم عندكم خاطئ بس لازم تغيروه، ان الدراج بيمشي ككتله واحده، هو يروح ابزوربد يروح يعمل الاكشن كله، وبعدين يروح ياخد بعضه يروح الليفر، وبعدين يروح ياخد الكدني. الكلام ده كومبليتلي غلط. الدراج وهو متوزع في كل حته على حسب، في فراكشن بيروح الليفر ده هيحصل له ميتابوليزم مش هيدخل في اي رياكشن، في جزء بسيط تاني هيروح الكدني مع الدوره الدمويه اللي رايحه، وبرده ده هيحصل له اكسكريشن لو هو يقبل الاكسكريشن. طيب ده بالنسبه لنا المفهوم العام للدراج ميتابوليزم. مبدئيا انا عايزه افهمكم ان الميتابوليزم والاكسكريشن دي حاجه واحده، يعني بتنزل تحت اسم الاليمينيشن، يعني الاثنين بيندرجوا تحت اسم الاليمينيشن. الاليمينيشن اوف ذا دراج ده حاجه بروسيس كبيره قوي. طيب الاليمينيشن دي هدفها ان هي الجسم يطلع بره الدراج. خلاص هو في مرحله الميتابوليزم الدراج موجود في السيرم سيركيليشن، وغالبا بيدي الايفكت في مرحله الديستريبيوشن دي. انا بقى عايزه اتخلص منه. هتخلص من الدراج ازاي؟ هتخلص من الدراج عن طريق تو بروسيس، الميتابوليزم والبطل بتاعها الليفر، والاكسكريشن والبطل بتاعها الكيدني. طب يا دكتوره ما كنا اتخلصنا من الكيدني ونزلناه وخلصنا، لو انت مش واخد بالك احنا قلنا قاعده ان الدراج علشان يبقى ابزوربد كان لازم يبقى في الصوره اللي هو ان ايونايزد. لو هو في الصوره الان ايونايزد سواء البيز او الاسيد اللي احنا قلنا غالبيه الدراج في الشكل ده، ده معناه ان الدراج كل ما يجي ينزل من الكيدني كل ما هيحصل له ابزوربشن تاني، لانه مش هيقدر ينزل في الميه دي لان هو اصلا لايبوفيليك. عشان كده يا جماعه انا في المنطقه دي عندي نوعين من الادويه، نوع اصلا هيدروفيليك ودخل عن طريق كارير او بالايكواس شانل او وات ايفر، الدراج ده سهل ان هو يطلع بالكيدني مفهوش اي مشكله لان هو اصلا هيدروفيليك، ولما هيجي على الكيدني كل شويه فهينزل، وهنتوقع ان مده وجوده في الجسم اللي هي اسمها تي هوف هتبقى قليله. دراجز ثانيه كومبليتلي ليبيد سولبل بتدخل السيل ممبرين، فدي كل ما الكلى تيجي تنزل منها تروح داخله ثاني ريابزوربد لان هي ان ايونايزد، والكيدني دي عباره عن سيل ممبرين في الرينال تيبيولز في خلايا الكيدني، فتبتدي تدخل تاني للبلكسس وتبتدي تدخل وتطلع من الرينال فيزت الرينال فينز ترجع تاني على البلاد. ده معناه ايه يا دكتوره؟ لو انت عايز تتخلص من الدواء خليك ذكي. لو انت عايز الجسم بيقول لو انت هيدروفيليك انزل سكتك سلك، بس لو انت لايبوفيليك ساعتها انت مضطر تتحول من لايبوفيليك لهيدروفيليك عشان تقدر تنزل من الكلى، وهي دي وظيفه الليفر. يبقى اهم حاجه تعرفوها في المحاضره دي ان وظيفه الليفر مش انه يعمل ان اكتيفيشن للدراج اطلاقا، هو وظيفته انه يخليه اكسكريتابل فورم. لما يبقى اكسكريتابل فورم خلاص الكلى هتتخلص منه سواء هو اكتف ولا ان اكتف. انت هتفرق معاك ايه؟ هو الدراج كده كده نازل في اليورين نازل في الشارع، مش هتفرق معاك هو اكتف ولا ان اكتف. يبقى الان الاساسي للكبت الرول بتاعه انه يخلي الدراج مور بولر فينزل يتخلص منه الكلى بسهوله. يبقى معنى كده يا دكتوره ان اللي هيعدي غالبا على الكبت هي الدراجز اللايبوفيليك، لكن الهيدروفيليك دي هتعدي الكلى على طول. الايفكت ده هتلاقوني دايما بقول غالبا موستلي، ما بقولش ابسليوت، مفيش حاجه عندنا في الفارماكولوجي او في العلم ابسليوت. طيب نبدا بقى البدايه الصحيحه، وهي اول حاجه اللي خلاص احنا عرفنا الهيدروفيليك دراجز كلهم نازلين. ندخل بقى في الكبد. معنى كده ان الكبد هتتعامل مع ايه؟ مع لايبوفيليك دراج ولا هيدروفيليك دراج؟ لا كده تتعامل مع لايبوفيليك دراج يا دكتور. لايبوفيليك دراجز الكلى بقى تروح تقول والله اللايبوفيليسيتي دي انت يا دراج لايبوفيليك، لايبوفيليك يعني جامد ولا لايبوفيليك على بسيط؟
لو هو لايبوفيليك على بسيط تقول له خلاص انت كفايه عليك حاجه اسمها فيس 1 رياكشن، دي هتبرز عندك بولر جروب فانت هتاخد شحنه فتقدر تنزل خلاص. لكن لو انت لايبوفيليك بقى هيفي لايبوفيليك يعني هاي لايبوفيليك، ساعتها انا مضطره اشتغل معاك بدو ستيب، ستيب 1 وستيب 2. هتقولي لي يا دكتوره طب ليه ربنا ما خلقش من الاول ستيب 1 و2 كل الدراجز تدخل عليها؟ طب انا ليه اهدر ايفورت من الكيدني ملوش اي لازمه؟ هتقولي لي طب ليه يا دكتوره ما خليناش فيس 1 لوحدها؟ ما هي فيس 1 لوحدها مش هتبقى كفيله انها تدخل، زي ما يكون بالظبط عندك مكانتين او انت بتعمل مذاكرتين، اول مذاكره كده كليه بتفهم الموضوع ازهول، المذاكره الثانيه بتبقى مذاكره مدققه شويه، بتبتدي تكتب نوتس، بتبتدي تراجع، بتبتدي تكتب اللاينز المهمه اللي انت هتثبت في دماغك وهكذا. الليفر بالظبط بيذاكر مذاكره اوليه اللي هي بيلم الموضوع، انت شكلك كده محتاج حاجه هيدروفيلك بسيط هعملها لك وانزلها. بعد كده لو لقى الموضوع لسه البرودكت بتاعه مش طالع هيدروفيلك انف انه اكسكريتد من الكيدني، يروح مشتغل عليه شغل تاني اللي هي فيس 2 رياكشن. ده معناه ان احنا عندنا تو فيسز في الميتابوليزم، اول فيس دي بتحول اللايبوفيليك دراجز انتو مور بولر مولكيولز، بس بتعمل موديفيكيشن بسيط، يعني مثلا ترمي له مجموعه اي اتش، ترمي له مجموعه امينو جروب، تعمل انماسكينج زي ما انا كاتبه عندكم. يعني ايه انماسكينج؟ يعني هو عنده بولر جروب بس مغطياها مجموعه بنزين او مجموعه لايبوفيليك، ساعتها يعمل كاتنج للمجموعه دي عشان تظهر البولر جروب بشكل اكبر. ده بقى مش بيغير في الاكتيفيتي خالص، يعني ملوش اي افكت في الاكتيفيتي، بالعكس ده ممكن الدراج يدخل ان اكتف وبالافكت فيس 1 ده يطلع اكتف، وممكن الدراج يدخل اكتف ويطلع اكتف برضه، وممكن الدراج يدخل اكتف وحته الموديفيكيشن البسيطه دي تخليه ان اكتف. فانا ما بفرقش معايا الدراج طالع ايه بالنسبه لي، يفرق معايا مين اللي عمل العمله السوداء دي، مين اللي اشتغل وعمل فيس 1 رياكشن. اللي عمل فيس 1 رياكشن مجموعه من الانزيمز اسمها السيتوكروم انزيم، سيتوكروم نسبة الى اللي اكتشفها لقى ليها لينس معين، ليها لون معين يعني بينك كده، فسماها سيتوكروم. ما علينا، السيتوكروم دي انا اعطيك باراجراف كده ازاي بتتسمى، يعني حاجة اسمها سيتوكروم 3A، 3A ده يمثل الفاميلي والA دي تمثل الساب فاميلي، يعني احنا بنعرف الانزيمز دي بعددها. طب ليه نعرفها يا دكتورة؟ لان احنا اكتشفنا ان في ناس عندها فقد في انزيم معين، لما بتدي فقد للانزيم معين ده ما بتقدرش تميتابولايز او تاكتيفيت دراج معين، وبالتالي بتفقد الافكت للدراج ده. ودي طبعا حاجه مهمه جدا كل الناس بتشتغل عليها دلوقتي في حاجه اسمها فارماكو جينيتكس. يبقى خلاص كده يا دكتور احنا عرفنا ان الاهم بالنسبه لي الفيس 1 ان انا اعرفه اللي هو سيتوكروم بي 450، اللي هم عباره مجموعه انزيم بتعمل ايه؟ بتعمل هيدروكسيليشن او ريدكشن او اوكسيديشن او هيدروليزيس للدراج. فدي عباره عن حاجات بسيطه، يعني بروسيس بسيطه جدا بتعملها علشان تظهر بولر جروب. لو ظهرت بولر جروب خلاص، لو ما ظهرتش خلاص هضطر ادخل تاني للبروسيس الثانيه اللي هي الفيس 2 رياكشن. هنا بقى هنعرف الكلينيكال افكت على حته السيتوكروم دي. السيتوكروم زي ما احنا قلنا دي مجموعه من انزيم كبيره قوي، وانا عرفتكم ازاي بتشتغل، يعني ازاي بتسمى. الاهم منها بتسمى ان في حاجات بتعمل اندكشن للدراجز دي للانزيمز. يعني ايه اندكشن؟ يعني بتزود السنسز بتاعتها، يعني بتزود الاكتيفيتي. هو الانزيم ايه غير انه يتكون؟ عباره عن بروتين يتكون ويشتغل. في بعض الدراجز بتبتدي تزود في الاكتيفيتي بتاعتها، وفي بعض الدراجز بتزود في الاكتيفيتي بتاعتها بتشتغل بشكل اكبر يعني. طب الاثنين دول بيعملوا لي ايه؟ بسميهم انديوسر. الانديوسر دول بيعملوا ايه؟ دول بيزودوا ميتابولايزنج انزيم. ده معناه انا مش خايفه من الدراج بقى، انا خايفه من الدراجز الثانيه اللي بتتاخد معاه. لو انا عطيت دراج وعطيت الدراج ده، يبقى انا بالتالي بقول للدراج الثاني ان انت هتتاثر لان الدراج الاولاني زود لك الميتابوليزم بتاعك، فانت كده السيرم كونسنتريشن بتاعك هيقل، فانت ممكن تبقى ان افكتيف، ودي لازم ناخد بالنا منها. يبقى اي دراج انديوسر في الفارماكولوجي نتوقع انه هيقلل السيرم ليفل اوف اذر دراجز. طيب يا دكتوره زي ايه؟ لازم نحفظ اتنين على الاقل، الامثله دي بقى مهمه.
نحفظ مثلا الفينوباربيتال والريفامبيسين اللي انا كاتبه لكم. الفينوباربيتال والريفامبين او ريفامبيسين الاثنين دول من اشهر انواع الدراجز اللي بتعمل اندكشن لاغلب الايزو انزيم اللي موجوده عندنا، عشان كده اي دراج بيتعاطى معاها بيقل السيرم ليفل بتاعه. طيب الورقه الثانيه هتلاقوا فيها الدراج انهيبيتور. اشهر دراج انهيبيتور بقى هو بعض الدراج زي الاريترومايسين. هو مش مكتوب بس معلش اكتبوها عندكم كده، لا مكتوب الاريترومايسين والكيتوكونازول. من اشهر الادويه الكيتوكونازول والاريترومايسين. الانهيبيتورز دي هتعمل ايه؟ والله الانهيبيتورز دي يا دكتوره هتقلل الميتابوليزم اوف اذر دراجز اوف كوكوبا ادمنستريتد دراجز. طب ده معناه ان هيحصل ايه فيها؟ اكيد يا دكتوره لما هيقل الميتابوليزم يبقى هيزيد السيرم كونسنتريشن بالظبط ويزيد التوكسيستي. في بقى كام جزئيه كده انا كاتباه لكم في الصفحه الثانيه من فوق، كاتبه لكم الكونسيكونس اوف انكريز الدراج ميتابوليزم بتشمل decrease the blood concentration, decrease the activity of if the metabolite is inactive, increase the activity if the metabolite is active. ايه الكلام ده عشان ما تسألوش فيه؟ دلوقتي يا دكتورة في بعض الدراجز بتدخل، ده الطبيعي بتدخل active وتشتغل، وبعد ما بتدخل على phase 1 بتتحول ل inactive. ده traditional الدراجز الطبيعية دي. ساعتها لما انا بدي الدراج بزود الميتابوليزم بانهانسر، اللي بيحصل ان السيرم كونسنتريشن بتاعها بيقل، فبيقل البلازما كونسنتريشن بتاعتها اللي هي رقم واحد. طب رقم اتنين يا دكتورة، رقم اتنين ده بيعتبر ان بعض الدراجز بتدخل، بعض الدراجز بتدخل او هو بتقل الاكتيفيتي بتاعتها، هما الاتنين حاجة واحدة. رقم تلاتة هو اللي بيعتمد ان بعض الدراج بتدخل بتبقى الميتابلايت بتاعتها اكتف. يعني ايه الميتابلايت بتاعتها اكتف؟ يعني هي بتطلع ميتابلايت بتشتغل معاها. لما تطلع ميتابلايت تشتغل معاها برضو، ده معناه ان انا لما زود الميتابوليزم بتاعها يبقى انا بزود الميتابولايت الاكتف، يعني بزود الاكتيفيتي بتاعه الدراج. عشان احنا قلنا فيس 1 ملهاش دعوه بالاكتيفيتي، الاكتيفيتي تزيد تقل ما تتغيرش، هي ملهاش دعوه. عشان كده الكونسيكونس دي مشهوره قوي لاي دراج اندوس. مش تفرق معايا، ما تلخبطكوش، انا مش هسالكوا فيها، لكن انا هسالكوا في مثال الدراج اندوس، مثال الدراج انهيبيتور، ايه هو الفيس 1 رياكشن وايه هو الفيس 2 رياكشن. احنا عندنا في الصوره اللي قدامكم دي ان الدراج بيدخل بفيس 1 ممكن يطلع اكتف، لكن الفيس 2 بيطلع ان اكتف. ايه دي معناها ايه يا دكتوره؟ لما نفهم فيس 2 هتعرفوا معناها ايه. فيس 2 دي معناها ان انا بجيب شوال شحنات، شوال شحنات، واروح ربطه في الدرج. انا كده عملت حاجتين، اولا غيرت الدرج، ما بقاش الدرج هو، لا ده انا ما حطيتش فيه مجموعه هيدروكسيد جروب لوحده، لا ده انا حطيت فيه اسيتيك اسيد، سلفوريك اسيد، حاجه كده مركب تاني. فالدرج هيطلع عندي مش هو الاصلي، يبقى انا غيرت المركب بتاع الدرج، ودي مهمه جدا. والحاجه الثانيه انا غيرت المركب بتاع دراجز، يبقى دي انا ما خليتوش دراج بتاعي. والحاجه الثانيه الاكيده بقى ان انا عملت كميه شحنات مع الدراج ما يتنفسش بعدها، شور هيبقى بوله. لما غيرت التركيب الكيميائي يبقى انا عملت ان اكتيفيشن للدراج، شور، لان انا اصلا غيرت التركيب الكيميائي بتاعه فمش هتعرف عليه الريسبتورز. والحاجه الثانيه انا خليته بولر فهينزل من الكدني ببساطه. عشان كده يا جماعه فيس 2 رياكشن دي اكيد اكيد الدراج نازل منها غالبا ان اكتف، وغالبا بولر هينزل على طول من الكدني. ده الفرق ما بين الفيس 1 والفيس 2 رياكشن. الفيس 1 رياكشن، الفيس 1 رياكشن كانت بتتعمل بالسيتوكروم، والفيس 2 رياكشن بتتعمل بالكونجيجيشن انزيم. ايه الكونجيجيشن؟ ان انا اعمل له كونجيجيشن مع جلوكورينيك اسيد، مع سلفوريك اسيد، مع اسيتيك اسيد، مع اي جروب كبيره قوي تمثل بالنسبه لي شوال من الشحنات. قال لك فيما عدا، عشان كده انا دايما بقول موست لي غالبا، بيقول لك ما عدا مثلا المورفين. المورفين ده ليبت سولوبل شويه وبيدخل البرين وبيعمل لي انالجيزيك افكت من الاوبيويد. لما بيحصل له ميتابوليزم بيتحول لمورفين 6 جلوكرونايد. المورفين 6 جلوكرونايد وجد ان هو مور بوتنت ذان مورفين، قوي جدا ده المورفين. تقول يا دكتوره طب ما ده بيزود الاكتيفيتي بتاعته، لا مش هيزود لانه في الاصل بولر وهينزل على طول من الكدني ومش هيقدر يعدي السي ان اس اللي احنا اتفقنا في
في الديستريبيوشن ان سي ام اس محتاج حاجه لايبوفيليك عشان تعدي فيه. بس لازم نفهم حاجه وتحطوا خط وتلونوها. اخر سطر من فيز 2 رياكشن دي مهمه، الجلوكونيزيشن از ذا موست كومن اند موست امبورتنت كونجيجيشن رياكشن. الكونجيجيشن مع جلوكورينيك اسيد دي اشهر حاجه، اشهر حاجه، ولذلك صوره ليها. خليني بس اعلق على السلايد دي بسرعه. ده السيتوكروم انزيم، مجموعه كبيره جدا من السيتوكروم بتمثل الايزو انزيم. في واحد واكل تقريبا 3 ارباع الدراجز هو اللي شغال عليهم، اللي هو سيتوكروم 3A4، ده مشهور جدا جدا. الباقي كله بقى بياخد 3% 10% 30%، ده اللي بيحصل له انهيبيشن، بيديني سايد افكتس كتيره جدا. ده بالنسبه للسيتوكروم. السيتوكروم وشغلها، السلايد دي بتوريك ببساطه جدا ان السيتوكروم بيدخل الدرج من الناحيه اليمين من فوق اهو، داخل الدرج لوحده انكوربريتد مع السيتوكروم بي 450، مشي في الدايره ودخل مولكيول اوف اكسجين، طلع بيه الدرج برودكت مع الاكسجين اتوم مع السيتوكروم طلع لوحده، وهو ده اللي انا عايزاه من الصوره دي بقى لازم تفضل في ذهنكم بارزه وما تنسوهاش ابدا. منظر الطفل العنيف ده، الطفل ده اسمه جراي بيبي سيندروم. الطفل ده علشان ما تنسوهوش، ما تتسببوش انه يوصل بيبي صغير بريء للمنظر ده، هيتسبب بيكوا لان انتوا ما درستوش كاينتك كويس. فلازم نركز في الحته دي كويس. هو احنا قلنا ليه السطر الاخير مهم؟ الجلوكونيزيشن از موست كومن اند موست امبورتنت كونجيجيشن رياكشن. هو الجلوكونيزيشن ده عباره عن ايه يا دكتوره؟ ده حاجه من الميتابولايزنج فيز 2 رياكشن في الليفر. طيب جميل. هو الليفر منوط بيه ايه اصلا يا دكتوره؟ منوط بيه ان احنا نتخلص من الدرجز عشان ما تديش سايد افكت وتكسك وتوكسيستي كتيره، وبرده بيتخلص من حاجه اسمها اكسوجينوس او زينوبايوتكس الاكسوجينوس ايجنت. في درج بقى اسمه كلورامفينيكول. كلورامفينيكول ده من الانتي بكتيريال اللي انتوا ان شاء الله هتاخدوهم لو ربنا يسر. يعني هتاخدوا الكلورامفينيكول ده وتعرفوا ان هو بينهبت البروتين سينسس انهبيتورز في البكتيريا، وبيأثر بشكل قوي على انواع كتيره من البكتيريا لانه ليبيد صلبه، وبيدخل البرين للاسف. الايفكت بتاع الدراج ده عادي مش هيأثر كتير، هو بينهبت كمان الميتوكوندريال في الانسان، فبينهبت الاكشن بتاع او السيلولار اكتيفيتي بتاعه الخلايا بتاعه الانسان. بس في التركيز العادي ده مش بيحصل. المشكله لما يزيد التركيز. طب ايه اللي هيزود التركيز يا دكتوره؟ لازم نعرف بقى ان جلوكونيزيشن دي اللي هي فيز 2 رياكشن دي ما بتبقاش شغاله عند البيبي الصغير. البيبي اللي هو البريناتور انفانت او نيونيت لغايه سن 28 يوم عنده incompletely developed conjugation system، ما يعرفش يحول الدراجز ويعملها conjugation كويس. وبالتالي البيشنت ده او البيبي الصغير ده لما يجي ياخد كلورامفينيكول هيبتدي كلورامفينيكول يزيد لانه مش عارف يتخلص منه، ويبتدي يعلى جدا ويدخل المخ، وبالتالي يبتدي يعمل inhibition للسنترز اللي في البرين ستيم، من ضمنها البرين ستيم سنترال هي ريسبيراتوري سنتر والكارديوفاسكولار. فلاقي الطفل ولا قادر ياخد نفس ولا قادر يتنفس، ولاقي البيبي ليثارجيك مش قادر يشرب مش قادر يعمل ساكلينج، والبيبي بيبقى بلو خلاص وبيل، وفي الاخر بيوصل للديس. ودي اللي بنسميها جراي بيبي سندروم نتيجه الكلورامفينيكول توكسيستي. فما ننساش يا جماعه ان بعض النيونات عندهم مشكله في الكونجيجيشن، فما نديهمش الدراجز اللي بتعتمد على الكونجيجيشن طبعا. طيب احنا كده اتخلصنا انها كلها تقريبا، قلنا كل اللي فيها. نهتم بقى بعمليه الكليرنس. خلاص يا دكتوره كده الدراج عمل الرول بتاعته، فاضل الكيدني علشان تعمل اكسكريشن. هي الكيدني هتعمل اكسكريشن ازاي؟ معلش في سلايد نسيناها، سلايد بسيطه بتتكلم عن الدراج ميتابوليزم لا اما ايه لا اما ايه. بصوا السلايد دي هي مهمه جدا، كمان هتركز عليها دكتوره مها بعد كده في الفارماكوكينيتيك فاريبلز، لكن خلينا نقول عليهم كلمتين تفهموها كده. مبدئيا يا دكتوره هو الدراجز اللي عندنا بتشتغل كلها ميه واحده؟ لا. يعني ايه ميه واحده؟ يعني انا دلوقتي لو عطيت 100 ملي جرام من الدراج، 100 ملي جرام من الدراجز، هل ال 100 ملي جرام دول بيحصل منهم كام ميتابولايزد اول ما يدخلوا الدم، وكام بيدوني الايفكت؟ هقول لك تقريبا هيحصل فيهم مثلا احنا بندي امثله 50% فيهم يحصل لهم ميتابوليزم بالسيتوكروم انزيم، وال 50% بيفضلوا في السيركوليشن. جميل. طيب لو انا يا دكتوره ما عطيتش 100 ملغ من الدراج، انا عطيت 300 ملغ من الدراجز،
قالك والله اغلب الادويه برضو بتحوش لك، مثلا هو الدراج ده متعود انه يشيل منه 50%، فهتعمل لك ميتابوليزم ال 150 ويتبقى عندك 150. طب يا دكتوره معلش البيشنت ده نسي وخد 600 مللي جرام من الدراج، اه معلش برضو الكونسنتريشن الميتابوليزم هياكل نصهم، فهياكل 300 مللي جرام وهيخلي 300 مللي جرام. بصوا فرق الدوزز دي مش ديزاستر، يعني مش عنيف بالنسبه للبيشنت، يعني البيشنت ممكن يعوضه، ممكن يتحمله ما يحصلوش توكسيستي. ده اللي بسميه فيرست اوردر كاينيتيك. يعني ايه؟ يعني الكاينيتيك بتاع الدراج ده بيتحاش كونستانت فراكشن بير يونت اوف تايم، كل فتره باخد 50% من الدراج اعمل له ميتابوليزم. طب ده كويس؟ اه كويس، لان انا كل ما بزود الدراج الفراكشن بتاعتك بتتاخد، انا زودت 100 خدت 50، زودت 200 خدت 100، زودت 300 خدت 150، يبقى انت بتاخد كونستانت فراكشن نسبه. لكن قليل جدا من الدراجز، ودي من رحمه ربنا عز وجل بينا، قليل جدا من الدراجز اللي بتتبع زيرو اوردر كاينيتيك. يعني ايه؟ يعني هتاخد كونستانت اماونت من ميتابولايزد من الدراج. يعني انا خدت النهارده 100 مللي جرام من دراج معين، ايه اللي هيحصل له؟ اكسكريشن 50 مللي جرام، او هيحصل له ميتابوليزم 50 مللي جرام. خدت نسيت وخدت حبيتين، ايه اللي هيحصل له؟ ميتابوليزم 50 مللي جرام، يبقى هيتبقى 150. طب نسيت خالص خالص وقعدت تاخد في الدراج ده لغايه ما خدت 600 مللي جرام، برضه اللي هيحصل له ميتابوليزم 50 مللي جرام وهيتبقى 550، هتوصلني للتوكسيستي. عشان كده يا جماعه الزيرو اوردر كاينيتيك دي شيء سيء جدا، ما بنحبش نحب الدراجز اللي شغاله بزيرو اوردر كاينيتكس، وحاجه ان سيف تماما، لانها بتاخد كونستانت اماونت بير يونت اوف تايم، ملهاش اي علاقه بالفراكشن. انت زودت الدوز بتاعت الدراج اللي انت بتاخده، ده مش هيزود الميتابوليزم، بالعكس ده هيزود الدراج كونسنتريشن بشكل كبير. على العكس من الفيرست اوردر، انت بتزود الادمنستريشن بتاع الدراج، انت بتزود كمان الميتابوليزم، والى حد ما ما بيزيدش الدراج كونسنتريشن بشكل كبير. الاثنين دول اغلب الدراجز فيرست اوردر كاينيتكس، قليل قوي زي الاسبرين هو اللي بيشتغل بيه الزيرو اوردر كاينيتكس. ده بالنسبه للميتابوليزم. ندخل بقى على الجزء الثاني الا وهو الاكسكريشن. اكدني انت هتعملي ايه في الدراج؟ كل الدراجز دلوقتي خلاص اللايبوفيليك احنا حولناه لك في الليفر الى هيدروفيليك، نزليه بقى عشان دي بقت بولر دراج. عشان كده انا حاطه لك شرطه، دراج ماست بي سفيشنتلي بولر تو بي اليمينيتد من البطن. اي دراجز عايز تنزلها من الكلى، هو مش هيتعامل، هو بينزل ميه، فلازم الميه تدوب فيها ميه، الدراج لازم يبقى بيدوب في ميه. الدراج بقى او الليفر الكدني بيتعامل ازاي؟ قال لك والله هي الكدني على بعضها كده عباره عن حاجتين، نفرون، والنفرون دي بتتكون من جلوميرولاس وتبيولز بقى، بروكسيمال تبيول ولوبوفينيل وكونفوليوتد تبيول وكولكتنج تبيولز وخلاص. احنا بقى نهتم بالنفرون. جلوميرولاس دي عباره عن مصفى بتصفي كل حاجه وبعدين بتترد تاني في الجزء بتاع البروكسيمال تبيول زي ما انتوا خدتوا في الفيسيولوجي. انا يهمني الجزء ده، زي ما المصفى دي بتنشع كل حاجه هتنشع معاها الدراج برضو، وهيمشي بنفس المشي بتاع الحاجات التانية، يعني هيمشي بالريت بتاع الجي في ار. ولذلك الحاجات اللي هيبتدي يحصل لها اليمينيشن عن طريق الكدني لازم اخد بالي من الجي في ار، لان لو الجي في ار قل عن 30 مللي بير مينيت واللي هو يعني رينال امبيرمنت، ساعتها انا لازم اعمل ادجستمنت للدوز، لان الدراج اللي هينزل عن طريق الكلى ساعتها هيتاثر ويحصل له اكيوميليشن في السيرم سيركيوليشن وساعتها يديني توكسيستي. طب ده الجزء الاول يا دكتور اللي اسمه جلوميرولار فلتريشن، وانا متوقع ان الجلوميرولار فلتريشن ده بمثابه ايه؟ بمثابه الجي في ار. يعني الجلوميرولار فلتريشن للدراجز بيساوي الجي في ار. ليه يا دكتوره؟ لان الريت بتاع الفلويد باص في المنطقه دي هو الجي في ار، عشان كده الريت اوف اكسكريشن اوف دراج في الحته دي هو الجي في ار. فالجي في ار لو قل ساعتها انا محتاج اعمل رينال ادجستمنت للدوز. طيب الحاجه الثانيه يا دكتوره، الحاجه الثانيه تبيول منظرها كده. البروكسيمال تبيول دي هنلاقي فيها تو سيستم، حاجه اسمها اورجانيك اسيد سكريتوري سيستم واورجانيك بيز سكريتوري سيستم. من اسمهم كده، واحد شغال للاسيديك دراج وواحد شغال للبيزك دراجز. دول موجودون فين؟
دول هنلاقيهم موجودين عندنا في البروكسيمال تيبيول. بيعملوا ايه؟ سيبوكم من الاسيتازولامايد دي والكلام ده. دول هنلاقيهم بيعملوا ايه؟ لقيهم عن طريق كارير اكتف بيبتدوا يضخوا الدراج غصب عنه انتو اليورين عن طريق الاكتف اورجانيك اسيد سيكريتوري سيستم او الاورجانيك بيز سيكريتوري سيستم. وزي ما احنا قلنا في البدايه في الابزوربشن قلنا اي سيستم معتمد على كارير ولو كمان هو اكتف هيبقى عنده كومبيتيشن، لا اما ينزل ده لا اما ينزل ده. والحاجه الاهم ان هو ساتيورابل، مش هيقدر ينزل كتير. ده بيخلي الافكت بتاع السكريتوري سيستم ده بطيء شويه، يعني مش كفء قوي، مش زي الجلوميرول فلتريشن يعني. بس يخلي عندنا حاجه للكومبيتيشن، في دراج انتر اكشن ممكن يحصل منه. يبقى احنا قلنا كام دراج انتر اكشن نجمعهم؟ قلنا دراج انتر اكشن على مستوى البلازما بروتين بايندنج في الديستريبيوشن، وقلنا دراج انتر اكشن على مستوى الليفر انزيم الانديوسر والانهبيتور، واخر دراج انتر اكشن على مستوى الاورجانيك الاسيد والبيز سكريتوري سيستم. يعني دلوقتي الاسيد سكريتوري سيستم متعود ينزل اليوريك اسيد، وانت اعطيته دراج بينزل عليه زي الدايوريتكس الاسيتازولامايد ده، ده عباره عن دايوريتكس يعني مدر البول. هيفضل بقى يفكر طب انا انزل مين انزل مين انزل مين. والله انا انزل الدايوريتكس عشان ده انا اول مره اشوفه، لكن اليوريك اسيد ده معانا اديله عمر، ده حاجه ميتابولايت بتطلع مننا. عشان كده يبتدي يحبس اليوريك اسيد وينزل بالدايوريتكس. هينزل بالدايوريتكس ده شيء كويس، لان يعني انا هتخلص من الدراجز وانا بتخلص منه بيديني الاكشن على فكره، لان الدايوريتكس الاكشن بتاعها رينال تيبيوز. بس في نفس الوقت كل الدايوريتكس بتعملي هايبروريسيميا، بتزود السيروم ليفل اوف يوريك اسيد، وممكن تزود او تعمل جاوت اتاك. جاوت اتاك يعني النقرس عند الناس اللي عندهم اوريدي نقرس. طيب هنتكلم بقى على الكلينيكال كورليشن، يعني الحاجه الكلينيكال بقى اللي تفرق معانا ايه، اللي يفرق معانا الدراج انتر اكشن دي مهمه جدا. والحاجه الثانيه ان البريماتور انفانت برضو ما عندوش سكريتوري سيستم كويس، فناخد بالنا من الجلوميرولر من الدراجز انها ممكن برضو تطلع عند الاطفال دول. نيونيت دول ليهم حاجات خاصه كده. طيب يا دكتوره انت كاتبه تو ميكانيزم لي الاكسكريشن اوف دراجز، بس انت كاتبه في الورق ثلاثه. لا هو الثالث ده مش اكسكريشن قد ما هو حاجه بتحصل غصب عني. يعني انا بعد ما انزل الدراجز بالجي بي ار او السكريتوري سيستم، لو الدراجز دي كانت فيها ليبيد سوليبيليتي نتيجه مثلا البي اتش اللي موجوده في اليورين، ساعتها هتهرب مني وفي بورشن يبقى ان ايونايزد ويرجع تاني يرد على الكلى، يرجع تاني يرد على الجسم. والحته دي بقى بالنسبه لي انا هتمثل حاجه رخمه، بس مش هتمثل حاجه رخمه عند الواحد السيستم بتاعته كويسه واللي بياخد الدراج عادي. هتمثل حاجه رخمه لو واحد خد توكسيسيتي بقى، واحد مثلا حب ينتحر بدراج زي مثلا الاسبرين، خدت بقى ولا خد 3 4 شرايط اسبرين، ساعتها انا محتاجه اعمل حاجه اسمها انهانس الاكسكريشن، يعني عايز ازود الاكسكريشن. حتى الشويه اللي كان ممكن يبقوا ان ايونايزد ويدخلوا مني في الديستال تيبلر ابزوربشن انا مش عايز اعملهم، فساعتها انا اعمل حاجه اسمها مانيبيوليتنج لليورين، اغير اليورين على اساس اعمل ايون ترابنج اللي احنا شرحناها في الاول. هغير اليورين ازاي؟ والله يا دكتوره انت عايزه الدراج ده ينزل في اليورين ما يدخلش تاني الجسم عشان الجسم فيه توكسيك افكت منه، يبقى انا اعمل ايه؟ لو هو اسيتك دراج اخلي اليورين الكالين، يبقى اعمل الكالينايزيشن اوف ذا يورين. لو هو بيزك دراج اخلي اليورين اسيد، يعني اعمل اسيديفيكيشن اوف ذا يورين، وده اهم حاجه. لو واحد واخد اوفر دوز من الاسبرين اعمل الكالينايزيشن اوف ذا يورين علشان اعمل انهانسد اكسكريشن، لان احنا اتفقنا ان انا عايزه اعمل اكسكريت الابزوربابل فورم بالنسبه لي الان ايونايزد، والانايزد فورم هو الاكسكريتابل صوره من الدراج. طيب لغايه كده خلص الاكسكريشن يا دكتوره، عملتي ميتابوليزم في الليفر، عملتي اكسكريشن في الكدني. في حاجه صغيره ان الكليرنس عموما هو نتاج الكليرنس بتاع الكدني، بس في ادويه بتطلع عن طريق اللنج، وفي ادويه بتطلع عن طريق السويت، وفي ادويه بتنزل في التيرز، وفي ادويه بتطلع مع البيلير سيستم. الكليرنس بتاع الدراج كله هو شامل كل السم اوف كل الكليرنس دي. انا يهمني في كل الكليرنس دي لانها كليرنس هامشيه هو الانتيرو هيباتيك سيركيليشن، اتكلم عنها بس دقيقتين ونبقى كده خلصنا الموضوع.
ال anaerobic circulation دي عبارة عن ايه؟ ان بعض ال drugs بتحب ت excreted من الكلى، سواء ال drugs دي lipid soluble بعد ما يحصل لها ميتابوليزم في الليفر وتتحول لهيدروفيلك، او ال drug دي في الاصل هيدروفيلك بس مش هتنزل عن طريق اليورين، هتنزل عن طريق البايل، ما فيش مشكلة، هي ما حصلهاش ميتابوليزم بس هتنزل بيليري، هي كده كده نازلة في الفيسس، مش هتفرق يعني. عشان كده يا جماعة لازم نعرف ان في حتة خاصة بقى في الليفر. انا دلوقتي عملت كونجيجيشن في الليفر لبعض الدراجز اللي هي لايبوفيليك ونزلتها عن طريق الجول بلادر، خليتها مع البايل، نزلت مع الجول بلادر واتخزنت لغاية ما انا اكلت وبدأ ينزل البايل، علشان انتوا عارفين ان البايل بيعمل ايمالزيفيكيشن للليبيد اللي موجودة في الاكل وبينزل مع الاكل عشان يعمل ايمالزيفيكيشن، وبعدين البايل بيرجع تاني يترد على فكرة في الكيدني في حاجة اسمها انتيرو هيباتيك سيركوليشن، دي سيركوليشن شغالة على عمال على بطال. طيب دلوقتي انا عطيت الدراج والليفر يعني تعب ودخل الدراج فيس 1 وفيس 2 حوله لكلورنايت بالكونجيجيشن يعني، ونزل الدراج بتاعي للاسف بعض الانتستين فيها فلورا، وانتوا عارفين الفلورا دي مايكرو اورجانيزمز بينيفيشال للانسان، الفلورا دي عندها القدره انها تعمل بريك للجلوكونيز، زي عندها جلوكونيز انزيم بيعمل كاتنج للجلوكونينيك اسيد، يعني الكونجيجيشن دي بتفصلها. طب لما افصل الجلوكونينيك اسيد ده شوال الشحنات اللي كان ممسوك في الدراج واللي كان مغير شكل الدراج، فكان الدراج كده ان اكتف وكان مخليه بولر عشان كده نزل وما امتصش. دلوقتي ايه اللي حصل؟ انا قطعته فالدراج رجع تاني لهيئته الاولى، فبقى نفس الدراج رجع تاني يعني اكتف، والدراج كمان حشت منه شوال الشحنات فبقى الدراج لايبوفيليك فقدر يمتص تاني جوه الجسم ويدخل، ودي بسميها الانتيرو هيباتيك سيركوليشن. المشكلة دي بقابلها مع الدراجز اللي بتنزل عن طريق الانتيرو هيباتيك سيستم، مش موجود الكلوكرانديز ده في اليورين، موجود في الفلورا. الحل ايه يا جماعة؟ ولا حاجة. الحل ان انا استفيد منه. استفيد منه ازاي يا دكتورة؟ استفيد منه ان انا اخد بالي منه، يعني المورفين من الادويه اللي ليها انتيرو هيباتيك سيركوليشن. عشان كده المثال ده مش عندكم بس لازم تعرفوه، لما واحد يتسمم من مورفين، جرعه مورفين خدها انترافينس، بعمل له جاستريك ووش، لان انا ببقى عارفه ان المورفين موجود، هيبقى موجود في نزل في الانتيرو هيباتيك سيركوليشن، ممكن يحصل منه ابزوربشن تاني. طيب ايه كمان يا دكتوره؟ انا بستخدم في حبوب منع الحمل الاسترادايول اللي هو الاستروجين. الاستروجين ده انا عايزه نسبته تبقى عاليه جدا في جسم الست علشان يعمل لها انهيبيشن للايفيوليشن، فما يحصلهاش بقى اللي هو ستيميليشن للاوفرين. انا بعمل كده ازاي؟ انا مش بعتمد على الكبسوله الصغيره دي، لا انا بعتمد ان الاستروجين اللي انا بديني انتيرو هيباتيك سيركوليشن، فكل ما الليفر يحصل يعمل له كونجيجيشن كل ما هينزل منه جزء في الجي اي تي ويرجع تاني يترد لابزوربت، فيزيد قوي السيرم ليفل بتاعه، ودي اهم جزئيه بالنسبه لي في البيليال اكسكريشن للدراجز، والاهم طبعا في الدراجز اللي ليها انتيرو هيباتيك سيركوليشن. ارجو ان شاء الله ان انتوا فهمتوا دي. الدكتوره مها